اليوم سوف نتعرف على كيفية تعديل الذكريات على الفيسبوك. سوف نأتي إلى هنا كما ترون، نضغط عليها وبعدها نأتي إلى الذكريات هنا، نضغط على الذكريات ثم ننتظر كي يشتغل معنا. وهذه الذكريات بالنسبة لمناسبات أو إلى غير ذلك. ثم نأتي إلى هنا الإعدادات، نضغط عليها، نضغط على الإعدادات هنا، نضغط عليها ثم ننتظر كي يشتغل معنا، وبعدها سوف يدخلنا إلى قائمات التعديل، حيث هنا يمكننا اختيار معدل تلقي إشعارات بشكل الذكريات، وهنا كل الذكريات أو أبرز المنشورات، أو لا نلتقي أي ذكريات أخرى. نتمنى أن تكونوا قد استفدتم، ولا تنسوا الاشتراك والضغط على زر اللايك، ونلتقي في فيديو آخر إن شاء الله.